رجحت منظمة أنقذ الأطفال البريطانية أن يكون سوء التغذية الحاد قد قتل نحو 85 ألف طفل دون سن الخامسة 3 سنوات من الحرب في اليمن. وقالت المنظمة إن هذا العدد يساوي مجموع من هم دون الخامسة في بيرمنغهام، ثاني أكبر المدن البريطانية. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت الشهر الماضي من أن 14 مليون يمني باتوا على حافة المجاعة. الأمم المتحدة تسعى إلى إحياء المحادثات لإنهاء حرب التحالف العربي مع جماعة الحوثي الموالية لإيران، وهي حرب استمرت 3 سنوات وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. أصبحنا نستقبل في الأسبوع 25 حالة، المعدل الشهري عندي 60 حالة سوء تغذية حاد وخيم. المركز الصحي الطاقة الاستيعابية حقه بسيطة جداً، فإحنا نطالب ونناشد المنظمات الداعمة وفاعلين الخير بالتدخل لمديريات أسلم لاحتواء هذا الكم من النازحين والمجتمع المضيف والذي أصبح على حافة المجاعة. وليست أسلم لوحدها، وإنما المحافظات والمديريات التابعة للجمهورية اليمنية.